بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهارده بإذن الله هنتكلم على الديسلوكيشنز. قبل ما نتكلم على الديسلوكيشن لازم نرجع بس لتعريف الجوينت. هو مكان اتصال عظمتين أو أكتر، يبقى المفصل أو الجوينت هو مكان اتصال عظمتين أو أكتر. لو انفصلوا هيبقى اسمه خلع، يبقى الديسلوكيشن هو الخلع في المفصل أو انفصال العظم اللي مكون للمفصل. وفي كلمتين بيعبروا عن الخلع بتاع المفاصل، أول واحدة فيهم هي الديسلوكيشن. الديسلوكيشن هو complete loss of contact between the two points forming the joint، يعني انفصال تام في العظم المكون للمفصل. كمان ممكن يبقى معاه disruption للليجمنتس اللي عاملة لي support للجوينت، يعني ممكن الليجمنتس أو الأربطة اللي بتوصل ما بين العظم اللي مكون للمفصل ده تتقطع هي كمان. كمان ممكن يحصل كسر مع الخلع فهنسميه fracture dislocation. قلنا في كلمتين بيعبروا عن الخلع، اول واحده الديسلوكيشن شرحناها، الكلمه الثانيه هي السبلكسيشن. سبلكسيشن ايه الفرق بينها وبين وبين الديسلوكيشن؟ هي ان الديسلوكيشن كان كومبليت لوس اوف كونتاكت، انما السبلكسيشن هي بارشال لوس اوف كونتاكت، يعني انفصال جزئي. يعني العظمه بتبقى لو هي سبلكسد بتبقى فكت بس عن مكان اتصالها في العظم الثاني، بس ما سابتش الجوينت ومشيت خالص، لا بتبقى فيه بارشال كونتاكت مينتيند وبارشال لوست. تمام؟ وبرضه زيها زي الديسلوكيشن لو كان فيه فراكشر فهنسميها فراكشر سبلكسيشن. بس يبقى العظمه لو اتخلعت وحصل معاها فراكشر في خلع جزئي هنسميها فراكشر سبلكسيشن، لو خلع كلي هنسميها فراكشر ديسلوكيشن. الديسلوكيشن ممكن يحصل في اي مفصل، ممكن يحصل في الشولدر هنسميه شولدر ديسلوكيشن، لو في الهيب او في الالبو، في الني او الانكل، كل المفاصل بتاعت الجسم ممكن يحصل فيها ديسلوكيشن. دي الموست كومن جوينتس اللي بيحصل فيها ديسلوكيشن. تعالى ندرس بقى ثلاث مفاصل من المفاصل دي، نشوف الخلع بيحصل ازاي وبيحصل معالجه ازاي، وهي المضاعفات اللي بتحصل لكل خلع فيهم. اول واحد هو الشولدر ديسلوكيشن. عارفين الشولدر ديسلوكيشن؟ عارفين الشولدر جوينت الاول بيتكون من الهيومرس والجلينويد كافيتي اللي موجوده في الاسكابيلا. هنقسم او هنعمل كلاسيفيكيشن للشولدر ديسلوكيشن على اساس اتجاه حركه الهيد بتاعت الهيومرس دي. هل اتحركت قدام فهيبقى انتيريور ديسلوكيشن، ولا اتحركت ورا فهيبقى بوستيريور ديسلوكيشن. الانتيريور ديسلوكيشن موست كومن، على عكس البوستيريور ده بيبقى مش كومن قوي، بيحصل غالبا في حالات الابيليبسي. تمام؟ ده بالنسبه للتقسيمه بتاعت الشولدر ديسلوكيشن. طيب الهيستوري بتاع الشولدر ديسلوكيشن ده العيان هيجي يشتكي من ايه؟ يقول لك انا اتخبطت او وقعت على كتفي، او حاسس بألم شديد قوي كتفي، او مش عارف احرك كتفي خالص يا دكتور. تبدا بقى تفحصه قول له حرك كتفك يا باشا، حرك كتفك في اتجاهات الحركه بتاعت الكتف المختلفه، هتلاقيه مش عارف يحركه كويس او مش عارف يحركه خالص. تمام؟ في بينفول ليميتيشن اوف موفمنت. كمان هتبدا تحسس على المفصل بتاع الكتف بتاعه، هتلاقي ان الهيد بتاعت الهيومرس مش عارف تحس بيها في مكانها الطبيعي. تمام؟ بعد كده ممكن تلاحظ على العيان ده لما تلمس كتفه اصلا هيحس بالم شديد قوي، هتبقى تندرنس او ايكيميوزس، يعني هتلاقي فيه زي كدمه في منطقه الكتف بتاعه. كمان في حاجه ليها علاقه بالكومبليكيشنز، ان في نيرف مهم قوي اسمه الاكزيلري نيرف ممكن اثناء الديسلوكيشن يبوظ ويؤدي الى لوس اوف كونتور اوف شولدر. احنا عارفين ان الكتف الطبيعي فيه زي ما تقول تدويره كده، التدويره دي لو حصل مشكله في الاكزيلري نيرف بتبقى لوست وبنسميها ساعتها فلات شولدر. خلاص يبقى انا كده غششتك واحده اصلا من المضاعفات. يبقى المضاعفات بتاعت اي خلع في المفصل بتبقى يعني في مضاعفات مشتركه كتير قوي. اول مضاعفه مشتركه بتبقى نيورو فاسكولار كومبليكيشنز. احنا عارفين ان الشولدر ريجن بيعدي فيه ستراكشرز كتير قوي، زي البريكيال بلكسس، زي الاكزيلري نيرف، زي البريكيال ارتري او الاكزيلري ارتري. كل دول ممكن نتيجه الخلع بتاع المفصل يتاثروا ويتكسروا ويبوظوا ويحصل مضاعفات نتيجتهم. زي قلنا الاكزيلري نيرف انجري عملت لي فلات شولدر مثلا، او البريكيال بلكسس اي كورد من الكوردز بتاعتها، زي ما هندرس بعد كده الايه المضاعفات بتاعه البريكيال بلكسس انجري دي. تمام؟ بعد كده ممكن يحصل فراكشر ديسلوكيشن، زي ما قلت لك ان مش ممكن يحصل ديسلوكيشن لوحده، لا ساعات ممكن يتكسر العظمه اللي اتفصلت دي، ساعتها هنسميه فراكشر ديسلوكيشن. ممكن في اثناء الهيلينج بتاع الفراكشر ده ممكن او في الهيلينج عموما بتاع اي عظمه ممكن يحصل مايستاتس اوسيفيكانز، يعني تكون عظم في النسيج غير عظمي وتحديدا في العضلات، هنسميها مايوسايتس اوسيفيكانس. كمان الشولدر او اي مفصل عملت له ريدكشن وديته لمكانه ممكن يتصلب في مكانه، مش عارف يتحرك الحركه الطبيعيه بتاعته، فهيبقى ستيف شولدر. او ارثرايتس يحصل التهاب عليه. الارثرايتس او الستيفنس دول كومن كومبليكيشنز بوست ريدكشن. ممكن يحصل بقى في الشولدر ديسلوكيشن مشكله قوي اسمها ريكارنت ديسلوكيشن، يعني تعالج الخلع ده ويتخلع تاني، تعالج الخلع ويتخلع كذا مره، ممكن توصل 20 مره
فرعان، هو هيزهق وانت هتزهق والموردين هيزهقوا وكل الناس هتزهق. فده الكومبليكيشنز بتاعت الشولدر ديسلوكيشن. هتعالجه ازاي؟ هترده، هترجع الشولدر للمكان الطبيعي بتاعه، وده لازم تبقى تعمل العلاج ده في شكل سريع من ساعه لساعتين بكتير قوي، من علشان تتفادى الكومبليكيشنز او المضاعفات بتاعت الخلع ده. طيب هترده ازاي؟ في كذا طريقه. اول طريقه انك بتنام عيان على وشه كده وتخليه مد دراعه جنب الكنبه او جنب السرير اللي انت نايم عليه، وتبدا تحقن انالجيزك، تبدا تحقن زي مسكن. المسكن ده هيبدا يبسط العضلات واحده واحده، ساعتها تقدر انت بحركه ايدك ترجع العظمه لمكانها الطبيعي بحركتك للعضلات او حركتك للعظمه نفسها، فترجع الهيومر الهيد اللي هي الهيد بتاعت الهيومرس يعني جوه الجوينت، ترجع وترد المفصل زي ما كان الطبيعي بتاعه. الميثود الثانيه اسمها هيبوكراتيك ميثود. هيبوكراتيك ميثود دي طريقه قديمه شويه، نعم هيبوكرات نفسه ده ابو الطب، ماشي ابو قراط ده ابو الطب. اوكي بتعمل ايه فيها؟ بتشد الدراع بتاع العيان وانت حاشر رجلك تحت باطه، فانت كده بتعمل تراكشن وكاونتر تراكشن بنفسك. هي دي طريقه مؤلمه جدا ما بتبقاش فيها انستيزيا، والدكاتره ما بيستخدموهاش قوي دلوقتي، او ممكن يستخدمها بس ما بتبقاش بنفس الطريقه قوي يعني. ممكن معاه الاسيستنت بتاعه هو اللي هيشد، هو والدكتور هي الاسيستنت هيزق في مكان رجل الدكتور، والدكتور بس هيشد، بس ان الدكتور مش هيعمل الدورين يعني. ده الميثود الثاني. الميثود الثالث، ثالث طريقه بقى قلنا انها تبقى طريقه تحس انها طبيه شويه، هي كوخرز ميثود. اول حاجه بتخلي الكوع بتاع العيان فليكسد، يعني بتثني كوع بتاع العيان وانت بتشد الارم بتاعه، وبعدين بتعمل اكسترنال روتيشن يعني بتحرك دراعه ناحيه بره، وبعدين هتحرك كتفه تعمله فليكشن يعني تقوم رافع كتفه، وانت بترفع كتفه ده عمال بتضم دراعه ناحيه صدره فبتعمل ادكشن. بدل ما دراعه باصص لبره كده هتخليه يبص لجوه، هيبقى هتخليه يعمل انترنال روتيشن لحد ما الفور ارم بتاعه يوصل للشيست، لحد ما الساعد بتاعه يوصل لصدره، ولحد ما ايده تبقى قريبه من كتفه التاني. خلاص عملت الكوخرز ميثود دي، تقوم بقى عامل الاشعه متاكد ان الكتف رجع لمكانه الطبيعي، وتقوم معلق العيان في برود سلينج كده زي ما تقول في رباط لمده 3 اسابيع. هنشوف فيديو بقى بيوضح لنا الكوخرز ميثود دي. اول حاجه شايفين ان الدكتور عامل فليكشن للقلب اهو، يعمل ايه؟ يعمل اكسترنال روتيشن، ماشي. بعد ما عمل اكسترنال روتيشن هيعمل ايه دلوقتي؟ هو اثناء ما هو عامل اكسترنال روتيشن عمال زائق دراعه ناحيه جوه يعني عامل ادكشن، هيعمل برضه فليكشن للشولدر مع ادكشن، فليكشن للشولدر مع ادكشن، وبعدين اخر خطوه هيعمل انترنال روتيشن لحد ما يوصل للفور ارم ناحيه الشيست. بس ادي كوخرز ميثود. المفصل اللي جاي بعد كده هو الهيب جوينت. الهيب ديسلوكيشن برضو من الكومن ديسلوكيشنز، بتبقى بنقسمها على اساس اتجاه حركه الهيد بتاعت الفيمر. هل اتحركت لورا فهيبقى بوستيريور ديسلوكيشن وده الموست كومن، ولا انتيريور ديسلوكيشن وده بيبقى ليس كومن؟ لاحظ ان هو عكس الشولدر ديسلوكيشن اللي كنا قايلين ان الانتيريور هي الموست كومن فيه. ممكن الهيد بتاعت الفيمر لا تتحرك لا قدام ولا لورا، ممكن تتحرك لجوه يعني تكسر الاسيتابيولوم اللي هي راقده فيها وعامله لي هيب جوينت وتتحرك لجوه، ده ساعتها هيبقى فراكشر ديسلوكيشن. بيبقى غالبا الهيب ديسلوكيشن دي بتحصل في حوادث العربيات، سواء كان سايق العربيه او قاعد جنبها، بنسميها داشبورد اكسيدنت، يعني بتاخد الداشبورد بتاعت العربيه بتاعتك. والمنظر بتاع الهيب او المنظر بتاعت رجل العيان الهيب بتاعه ديسلوكيتد زي ما احنا شايفين في الصوره، يبقى فليكسد انترنالي روتيتد داير ناحيه جوه وشورتند، بنسميها سوبرا تروكنتريك شورتنج. تمام، نتيجة ان الهيد وهي مخلوعة كده زقت لفوق فبقت سوبرا تروكنتريك. خلاص لما تيجي تعمل اشعة بقى للبوستيريور هيد ديستيكيشن دي هتلاحظ حاجات مميزة قوي فيها. اول حاجة ان الهيد بره الاستابلوم، هذه الهيد المفروض تبقى جوه الاستابلوم كده، ثابته وطلعت بره. كمان في لاينز مهمة قوي في الاشعة زي اسمه لاين اسمه شنتونز لاين، اللي بتترسم ما بين البيوبس وما بين الهيد بتاعت الفيمر، ده مش هتعرف تلاقيه، هتلاقي ان الهيد بتاعت الفيمر اترسمت فوق موجوده فوق، فمش هتعرف ترسم الشنتونز لاين ده. وفي برضه سايمونز لاين زي الشنتونز لاين. المضاعفات بتاعت الهيد ديسلوكيشن مش هتختلف كتير عن المضاعفات بتاعت الشولدر ديسلوكيشن. اول حاجه النيورو فاسكولار انجرز، هنا النيرف اللي موجود هيبقى الساتيك نيرف، وهنستدل عليها بساين مهم قوي اسمها دروب فوت. يبقى دروب فوت بتحصل في الساتيك نيرف بولسي نتيجه الكومبليكيشن للبوستيريور هيب ديسلوكيشن.
ممكن يحصل ستيفنس لما تعالج المفصل بتاع الفخذ ده، ما يرجعش يتحرك بالمنظر الطبيعي بتاعه. ممكن برضو انه يتكون عظم في عضلات اللي حوالين العظمه زي الجلوتيال ماسلز، في الحاله دي هتبقى ماستيتس اوسيفيكانس في الجلوتيس ماسل. ممكن يبقى عن ستيبل ديستوكيشن، ان اسمه ايه ده، الخلع بعد ما رديته مش ثابت في مكان، هيبقى ان ستيبل ديستوكيشن. ممكن يبقى اير ريديوسبل ديستوكيشن، ده في حاله هنسميها البوتن هولينج، هتعتبر ان العضلات اللي حوالين الهيد بتاعت فيمر زي الاخرام بتاعت البوتنز دي، والهيد بتاعت فيمر دخلت جوه واحده فيها، او تعتبر ان الهيد بتاعت فيمر هي الزرار كله، والعضلات اللي حواليها هي العروه اللي بتدخل فيها الزرار. فانت الحاله بتاعت الايريديوسبل ديسلوكيشن دي، هنا العضلات الهيد بتاعت فيمر اتحشرت جواها، مش هتعرف تردها بايدك من بره كده، لازم تفتح وتعمل اوبن ريدكشن. ماشي. ممكن يبقى ان ريديوسد او نيجلكتد، يعني العيان المفصل بتاعه اتخلع هو اهمله، انت مالكش دعوه بيه، يعني هو جاي لك متاخر فحصلت المضاعفات دي كلها. ممكن يحصل نتيجة إن الأوعية الدموية اللي حوالين الهيد اتقطعت، هيحصل إسكيميا ونكروزس للهيد بتاعة الفيمر. كمان ممكن يحصل أوسيو أرثرايتس، يحصل التهاب للعظم أو للمفصل ككل بتاع الهيب نتيجة الديستوكيشن ده، نتيجة النكروزس اللي حصلت للهيد. تمام، ده بالنسبة للهيب ديستوكيشن. تالت مفصل معانا هو الإلبو جوينت. الإلبو بيحصل ديسلوكيشن ازاي؟ بيحصل ديسلوكيشن باي بولينج وان اوت ستريتش هاند، يعني لو انت وقعت على ايدك وانت فتحها ممكن يحصل خلع في مفصل الالبو بتاعك او مفصل الكوع. بتستدل عليه ان الاوليكرونين بروسيس بتاعت الالنا بتبقى مور بروميننت بوستيريورلي، يعني بتبقى راجعه لورا اكتر ما هي اصلا بوستيريور. كمان في حاجه مهمه قوي، يعني احنا في العادي شخص طبيعي لو انت تنيت كوعك كده بتقدر ترسم مثلث ما بين ثلاث نقط، ما بين اللاترال ابيكوندال بتاع الهيومرس والميديال ابيكوندال بتاع الهيومرس، وما بين الاولوكرينال بروسيس بتاع الالنا. لو اتخلعت الالنا او اتخلع الالبو جوينت بتاعك، قلنا ان الاولوكرينال بروسيس هيبقى مور بوستيريور، فمش هتقدر ترسم المثلث ده، هيحصل لوس اوف تراينجل فورم بدلات الميديال ابيكوندايلز اند تيب اوف ذا الاولوكرينال بروسيس. طيب ايه بقى المضاعفات بتاعه الالبو ديستريكشن؟ مفيش مضاعفه جديده، يعني مثلا الفاسكولار انجري، احنا عارفين النيور فاسكولار كومبليكيشنز كلها. الفاسكولار ايه هي؟ الارتري اللي معدي هنا، البريكيال ارتري. البريكيال ارتري ممكن نتيجه الالبو ديستريكشن يحصل مشكله فيه ويؤدي الى اسكيميا وجنجرين، تؤدي الى ان الشخص يقطع دراعه او يقطع ايده حتى، في حاله بنسميها فوركيماز اسكيميا كونتراكشن. ممكن يحصل نيرف انجري، في نيرفات كتيره بتعدي ناحيه الالبو زي الريديال او الالنر او الميديال نيرفز، ممكن اي واحد فيهم يحصل له بولسي، وهنشوف بقى المضاعفات بتاعت كل نيرف بقى بعدين. ودي ليها ميديكال ريجال امبورتنس مهمه قوي، يعني لازم تعرف النيرف ده حصل له مشكله قبل ولا بعد ما انت عملت ريدكشن للديسلوكيشن ده، لانك لو حصل مشكله في النيرف بعد ما عملت له ريدكشن فانت كده اللي عليك المسؤوليه القانونيه. برضو ممكن العظمه بعد ما تفك من مكانها تتخلع، سهل قوي انها تتكسر، يحصل فراكشر ديسلوكيشن، او نيجلكتد ان العين يهمله، مالكش دعوه بيها يعني. او ميسات سبيسيفيكانز، يعني العظم يتكون في العضلات اللي حوالين الجوينت ده زي البريكياليس ماسل مثلا، او ستيفنس ان المفصل بعد ما انت رديته ما يتحركش الحركه الطبيعيه بتاعته، او ارثرايتس يحصل التهاب عليه. فالستيفنس والارثرايتس هم من الموست كومن بوست ريدكشن كومبليكيشنز اللي بتحصل في اي ديسلوكيشن. خلاص الحمد لله كده خلصنا الثلاثة كومن ديسلوكيشنز، وعرفنا قبل كده يعني ايه اصلا ديسلوكيشن، وعرفنا التقسيمات بتاعت كل نوع من انواع الديسلوكيشنز دي ايه، والتريتمنتس والكومبليكيشنز بتاعته. اتمنى تكون فهمتوا الجزء ده كويس، ومستني الفيدباك بتاعكم. شكرا لكم.